السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم، نحييكم إلى نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم وأبدأها بالعناوين. لتحقيق الالتزام التأميني، التأمينات الاجتماعية تطلق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات للمنشآت بنسبة 100%. الحملات الميدانية المشتركة تضبط نحو 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع. المواصفات والمقاييس تدشن خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل وترخص ل 16 محطة متنقلة. تشاهدون في نشرتنا أيضا استقرار الوضع الصحي للتوأم السيامي النيجيري حسنة وحسينة، والدكتور الربيع يوضح بعد 10 أيام سيتم رفع الأجهزة الطبية. أهلا بكم. أكد الدكتور عبد الله الربيع رئيس الفريق الطبي الجراحي لعملية فصل التوأم السيامي النيجيري أن الوضع الصحي العام للتوأم حسنة وحسينة مستقر، مضيفا أنهما لا زالا تحت الرقابة الطبية المشددة، كما أشار إلى أن العلامات الحيوية للتوأم مستقرة أيضا. وأوضح الدكتور الربيع أنه سيتم رفع الأجهزة الطبية عن التوأم النيجيري بعد 10 أيام من لحظة خروجهما من العملية. فصل 5 4 3 2 1 الحمد لله تم فصلهم بنجاح. العملية رقم 60 منذ عام 1990 للميلاد، أي قبل 34 عاما، بدأت المملكة مشوارها في سلسلة عمليات فصل التوائم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، مما يجعل البرنامج الأكبر من نوعه على مستوى العالم. يوم الخميس في 29 من فبراير 2024 ومن مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، انطلقت العملية 60 لفصل التوأم الملتصق النيجيري حسنة وحسينة، امتدادا للعمليات السابقة والتي حملت في طياتها قصصا ومشاهد إنسانية وثقتها وسائل الإعلام التي تنقل فرحة الأهالي بنجاح عمليات أبنائهم على يد طواقم سعودية عملوا لساعات متواصلة ليظفر مرضاهم بحياة صحية ومستقرة. الإنسان أولاً، امتدادا لدور المملكة الإنساني ورسالتها العالمية في المساهمة بفصل التوائم السيامية، مساعدة الإنسان دون شرط أو قيد، فالمملكة لا تفرق بين عرق أو دين، وتهدف دوما لتحقيق رسالتها السامية وهي الإنسان أولا. تجاوز مجموع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 630 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين 1,700,000 متبرع. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية عبر منصة ساهم إنفاذا لتوجيهات القيادة. واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في باكستان، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي، حيث وزع المركز 400 سلة غذائية استفاد منها 2,800 شخص من الفئات الأشد احتياجا في المناطق المتضررة من الفيضانات. ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بهم.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 515 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجا والنازحة في ولاية كسلا في السودان، استفادت منها 515 أسرة، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإيوائية العاجلة في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب السوداني خلال مختلف الأزمات والمحن. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط نحو 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 948 شخصا، بالإضافة إلى تورط 6 أشخاص في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. للحديث أكثر عن الحملات الميدانية المشتركة ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد عبد العزيز الشهيب. أهلا بك رائد عبد العزيز. أولا أعطينا تفاصيل أوسع عن هذا الخبر وعن نتائج الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. مرحبا بك أخي الكريم وبمستمعين القناة السعودية. في البداية قامت وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها الأمنية منذ مطلع العام 1439 بحملة ميدانية مشتركة في جميع مناطق المملكة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وكذلك أمن الحدود اللي في جميع مناطق المملكة، وذلك للقضاء على هؤلاء المخالفين ومن أجل تحقيق أهدافها المرجوة التي من أهمها أن يكون الوطن خاليا من كل مخالف. وبإذن الله سوف تستمر هذه الحملات الميدانية بشكل يومي في جميع مناطق المملكة، وأيضا بالتعاون مع أفرع وزارة العمل أفرع وزارات في المنطقة لتحقيق الهدف الأسمى وهو وطن بلا مخالف بإذن الله تعالى. نعم رائد عبد العزيز، ما هي الإجراءات التي تتخذ عادة في مثل هذه المخالفات بالنسبة للمخالفين وأيضا من المواطنين أو المقيمين الذين يساهمون في تسهيل هذه المخالفات؟ أخي الكريم، هذه الحملات الأمنية المتكررة منذ بدايتها حتى وقتنا الحالي جاءت لتؤكد بأن المملكة لن تقبل بتكرار هذه المخالفات وأن العقوبات ستطبق بحق كل من يخالف، إضافة أن من يسهل دخول المخالفين نظام أمن الحدود للمملكة أو ينقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة بأي شكل من الأشكال فستطبق العقوبة بحقه وهي السجن إلى مدة 15 سنة، وأيضا الغرامة المالية إلى 1,000,000 ريال مع مصادرة وسيلة النقل والسكن والتشهير به. وقد عدت وزارة الداخلية بأن هذه المخالفة تعد أيضا من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة في جميع مناطق المملكة من يتم ضبطهم بهذه المخالفة. نعم بالتأكيد هذه الجهود التي تقوم بها الجهات المسؤولة ومتابعة مخالفي نظام الإقامة والعمل والدخول عبر الحدود بشكل غير نظامي، هذه الجهود ما أتت إلا لحماية المملكة والمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية من كثير من الآثار السلبية الأمنية والاقتصادية وغيرها المترتبة على مثل هذه المخالفات. ما هي أبرز هذه الآثار رائد عبد العزيز؟ نعم، عندما أخي الكريم نشاهد في القنوات الرسمية وما ينشر من قضايا جنائية يدل بأن هذا المخالفين أثرهم الأثر من ناحية الأثر الأمني من قضايا في تهريب وترويج المخدرات وأيضا انتشار جريمة كالقتل والسرقة وتشكيل عصابات إجرامية في جمع الأموال لجهات مشبوهة وتحويلها بالخارج بطريقة غير نظامية وغير مشروعة، إضافة أن هذا الأثر لا يترتب فقط على الأثر الأمني بل سيطول الأثر الصحي والاجتماعي والاقتصادي على البلد. نعم للمواطن والمقيم أيضا دور كبير في هذا الجانب في المساهمة مع الجهات المعنية بالبلاغ وبالتواصل مع الجهات في حال وجود أي حالة اشتباه، كيف يتم مع التعامل من قبل الجهات المسؤولة مع هذه البلاغات؟ بلا شك أخي الكريم، نؤول دائما على أن دور المواطن وهو رجل الأمن الأول أن مطلب التعاون مع رجال الأمن هو مطلب وواجب وطني، وذلك بالإبلاغ عن كل من يخالف هذه التعليمات بالاتصال على الرقم المجاني 911 في مناطق
مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، وأيضا على رقم 999 في بقية مناطق المملكة للقضاء على جميع كل هذه المخالفات، التي نسأل الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة، ظل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد يحفظهم الله. أشكرك مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد عبد العزيز الشهيب، شكرا جزيلا لك. دشنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل عبر إحدى الشركات المرخصة من الهيئة لتقديم هذا النوع من الخدمات، حيث تم ترخيص 16 محطة متنقلة. وأوضحت الهيئة أن خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل تستهدف تسهيل حصول ملاك الأساطيل على الخدمة وتيسير الوصول للخدمة ضمن المناطق غير المشمولة بمراكز الفحص الثابتة وإمكانية تنقلها لتغطية أكثر من موقع. أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت لتصحيح واقع المنشآت المخالفة وتسوية المديونات وتخفيف الأثار المالية. وبيّنت المؤسسة أن المبادرة تستمر لستة أشهر اعتبارا من يوم غد الأحد، وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات سواء بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقيق الالتزام التأميني عبر إعفائها من الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة. كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة 14% لتصل قيمة صادرات التمور 1462 مليار ريال مقارنة ب 1280 مليار ريال خلال العام 2022. وبنهاية العام الماضي 2023 بلغت أعداد الدول المستوردة للتمور السعودية 119 دولة. ويسعى المركز الوطني للنخيل والتمور من خلال استراتيجيته بالشراكة مع القطاع الخاص إلى تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية، وأن تكون التمور السعودية الخيار الأول للمستهلكين عالميا، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تشمل زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة الإنتاجية وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع وتوفير سبل التمكين للقطاع. يستأنف الطلاب غدا الأحد وكذلك الكادر التعليمي الدراسة بعد إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني التي امتدت لأسبوع. هذا ويتضمن التقويم الدراسي 1445 ثلاثة فصول وستين يوما من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إضافة إلى 68 يوما عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة. تطبق إدارات التعليم في كافة مناطق المملكة غدا مشروع نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف للكادر التعليمي عبر تطبيق إلكتروني على الأجهزة الذكية. مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث، تطبق وزارة التعليم نظام البصمة في جميع الإدارات بكافة مناطق المملكة بعد ستة أشهر من إطلاق المشروع. الكادر التعليمي سيبدأ عمله قبل الحصة الأولى بربع ساعة وينتهي بعد انصراف جميع الطلاب والطالبات عن طريق الأجهزة الذكية لتطبيق نظام حضوري يتم العمل به مع عدم قبول أي وسائل أخرى لإثبات الحضور والانصراف مثل كشوفات التوقيع الورقية. وبحسب الوزارة فإن النظام يعمل عبر تطبيق إلكتروني يستخدم أحدث التقنيات لضبط ساعات عمل الموظفين بهدف توفير الوقت والجهد والوصول السريع لبيانات التحضير، فضلا عن تحضير آلاف الموظفين بشكل سريع دون انتظار. ومن أهداف المشروع الاستغناء عن كميات الأوراق التي تستهلك ما يتجاوز مليون ورقة شهريا في كشوفات الحضور والانصراف. عدد منسوبي التعليم في كافة الإدارات يصل إلى نحو 600 ألف بين معلم ومشرف تربوي ومدير، بالإضافة إلى أكثر من 122 ألفاً من الطاقم الإداري.
التعليم يأتي ضمن الأولويات بدعم مستمر ورعاية دائمة في ظل التطور الذي تشهده المملكة للوصول إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة وإعداد جيل يواكب المرحلة في عدة مجالات. وللحديث أكثر عن عودة التعليم غدا الأحد ينضم إلينا مدير عام التعليم بمنطقة عسير فهد عقالة. أهلا بك أستاذ فهد معنا في هذه النشرة. كيف هي الاستعدادات عادة في مؤسسات التعليم العام بعد مثل هذه الإجازات القصيرة كإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وسعداء بهذه الاستضافة. الاستعداد مستمر حقيقة لدى وزارة التعليم في كافة الإدارات التعليمية ومنها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عشير بكافة إداراتها التعليمية المختلفة في المحافظات ومكاتب التعليم التابعة لها، والجاهزية باتت اليوم بشكل مختلف بعد أن أسندت الوزارة العمليات التشغيلية لدى شركة تطوير خاصة فيما يخص النظافة والصيانة والتكييف والتبريد وكل ما يتعلق بالمباني، وباتت هي المسؤولة والمشرفة على هذا العمل، فأصبح العمل يسير بشكل انسيابي وبشكل دوري وبشكل مستمر. وأصبح تركيز الإدارات العامة للتعليم هو تحسين جودة الخدمة وتقييم هذه الخدمة، وأيضا التركيز على العمليات التعليمية بشكل أكثر دقة وأكثر تركيز. نعم، كيف يتم التعامل مع الطلاب بعد فترات الانقطاع، وأيضا ما هو دور الأسرة وأولياء الأمور في هذا الجانب في تهيئة الطلاب للعودة مجددا، خصوصا في ظل الفصل الدراسي الطويل الذي تتخلله عدد من الإجازات القصيرة؟ طبعا الحمد لله اليوم الوعي الاجتماعي والوعي الأسري في كافة مناطق المملكة ومنها المنطقة عسير بات نوعيا وبشكل رائع، وأصبح التواصل مع المدرسة بشكل أيضا يحكيه واقع انضباط الطلاب في المدارس. لدى الوزارة مشروع يطبق في كافة الإدارات التعليمية وهو مشروع الانضباط المدرسي وما يرتبط به من برامج فاعلة تنطلق ببرامج التوعية وبرامج التواصل مع أولياء الأمور. فقد أطلقت الإدارة العامة للتعليم أكثر من 16 رسالة تم بثها لأولياء الأمور والمجتمع المحلي من خلال مديري ومديرات المدارس مشكورين، ومن خلال أيضا إشراف ومتابعة من مكاتب التعليم المختلفة والإدارات التعليمية في المحافظة حتى تكون البداية جادة منذ اللحظة الأولى إن شاء الله لانطلاق الفصل الدراسي الثالث بحول الله وقوته. نعم، طبعا الفصل الدراسي القادم بإذن الله تعالى سيتخلله شهر رمضان المبارك، كيف أيضا التهيئة في هذا الجانب؟ طبعا شهر رمضان المبارك أيضا يوجد هناك رسائل توعوية مختلفة ستبث خلال هذا الأسبوع، وأيضا سيحدد إن شاء الله التوقيت الخاص بدوام شهر رمضان المبارك أيضا في منتصف هذا الأسبوع إن شاء الله مع كافة الشركاء سواء المجتمع المحلي أو كافة الشركاء من كافة القطاعات الحكومية المختلفة بحول الله وقوته. أيضا لدينا فيما يتعلق بالفصل الدراسي الثالث هناك عمل نوعي مختلف ينطلق صبيحة الغد، وهو فرق الدعم والمساندة في النموذج الإشرافي الجديد والذي تبنته الوزارة من خلال فرق دعم ومساندة تعنى بالجوانب التعليمية بشكل مركز وبشكل أكثر كثافة. أيضا هناك برنامج الأسبوع الموهبة الوطني والذي سينطلق أيضا خلال هذا الأسبوع ببرامج مكثفة ونوعية تستهدف كافة شرائح الطلاب في كافة المراحل التعليمية. جميل. أيضا أستاذ فهد هناك خبر آخر يتعلق بالتعليم، وهو أنه بدءا من الغد بإذن الله تعالى تطبق إدارات التعليم في كافة مناطق المملكة نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف للكادر التعليمي، حدثنا عن هذا الجانب. طبعا برنامج حضوري وإثبات الحضور هو تطبيق نوعي تبنته الوزارة وعملت عليه منذ أشهر في تهيئته على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة وفي كافة مرافقها الإدارية، وتم إعداد الإيميلات الوزارية المختلفة في هذا الجانب وإعداد التطبيقات التي ستطبق إن شاء الله. طبعا البرنامج يطبق مرحليا في كافة الإدارات التعليمية وينتهي إن شاء الله خلال الفترة القادمة من تهيئته في كافة المرافق، ويعنى بحضور وانصراف الموظفين والعاملين والكادر التعليمي والكادر الذي يعملون في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم بشكل انسيابي وبشكل منظم ودقيق وبرقابة عالية جدا تعطي جودة للأداء الوظيفي بشكل نوعي. نعم، هو مخصص فقط للموظفين في المكاتب في الإدارات التعليمية، ليس في بالنسبة لمن يعمل كإداري في المدارس.
هو طبعا يستهدف في هذه المرحلة الإدارات العامة للتعليم والإدارات أيضا التعليمية في المحافظات، ويأتي مستهدفا المباني الإدارية، مباني مكاتب التعليم بعد أن تم تهيئة كافة هذه الفرق. أيضا سيأتي مراحل إن شاء الله قادمة في تصور الزملاء في البرنامج وزاريا، وستعلم في حينها ووفق تدرج محدد. يعني أشكرك الأستاذ فهد عقالة، مدير عام التعليم بمنطقة عسير، متحدثا عن عودة الدراسة غدا بإذن الله تعالى الأحد. شكرا جزيلا لك. ينطلق بعد غد الاثنين مؤتمر ليب 2024 في الرياض، حيث تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل. ويعد مؤتمر ليب 2024 أحد أبرز الفعاليات التقنية الرئيسة والتجمع الرئيس لرواد التكنولوجيا العالمية، حيث سيشارك في المؤتمر أكثر من 450 شركة ناشئة وما يزيد عن 1000 متحدث و 170 ألف عارض من مختلف دول العالم. توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، المدينة المنورة وتبوك، تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم. هذا وسجلت كل من عرعر وطريف أدنى المناطق في درجات الحرارة بواقع 4 درجات مئوية. أيضا للحديث بتفاصيل أوسع عن حالة الطقس في المملكة ينضم إلينا عبر الهاتف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ عادل الغازلي. أهلا بك عادل معنا في هذه النشرة. اليومين الماضيين شهدت معظم مناطق المملكة انخفاض ملموس في درجات الحرارة، إلى متى ستستمر هذه الموجة؟ حياك الله أخي هلال والأخوة المشاهدين. بالفعل كما ذكرنا أنه تتأثر أجواء المملكة بكتلة هوائية باردة، وهذا ما حصل بالفعل، حيث انخفضت درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة إلى يعني درجات قياسية تعتبر في هذا الوقت وفي نهاية فصل الشتاء، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى يعني قريب من الصفر المئوي في مناطق شمال المملكة، وانخفضت في الرياض إلى تقريبا 7 درجات مئوية. اليوم يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال النهار، ولكن تعود الأجواء باردة خلال الليل. أيضا تستمر الكتلة الهوائية الباردة في تأثيرها حتى نهاية هذا الأسبوع، مع فرصة لهطول أمطار من شاء الله تعالى على منطقة الرياض والقصيم يوم الأربعاء في فترة المساء.
نعم، أنت ذكرت أنه هذه الموجة تأتي في نهاية فصل الشتاء، مع أنه كان شتاء دافيا فيما يبدو على معظم مناطق المملكة هذا العام. هل هناك توقعات لموجات باردة قادمة في الفترة القادمة؟ هل سيكون هناك مثلا تأخر لهذه الموجات كما يتحدث البعض أنه في هذا الشتاء ربما يكون البرد القارس تأخر قليلا نوعا ما؟ كما ذكرت أخي هلال، هو بالفعل كان شتاء مميز بهذا العام، أنه بالدفء شتاء دافئ، شتاء دافئ ليس أنه درجات الحرارة دافئة، ولكنه لم تنخفض درجات الحرارة إلى المعدلات المسجلة في فصل الشتاء في السجلات المناخية. في الفترة الحالية هي فترة انتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، أي في فترة الربيع. في هذه الفترة يعني تأخذ طابع كثير أو ملامح كثير من فصل الشتاء، وأيضا بعض ملامح فصل الصيف. ترتفع درجات الحرارة في أيام وتنخفض ثم ترتفع وتنخفض تدريجيا، يعني تدريجيا ندخل في فصل الصيف، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك انسجام وتجانس في دخول الصيف حتى لا يصاب الناس بالمرض سبحان الله. نعم. من تغير الأجواء. أستاذ عادل، أشرت إلى أن هناك توقعات بأمطار على بعض مناطق المملكة، حدثنا عن كثافة هذه الأمطار وأيضا وغزارتها، ومن المتوقع إلى متى ستستمر بإذن الله؟ طبعا أخي هلال، مع تغير الموجات الهوائية والكتل الهوائية الباردة يحصل هناك تصادم ومنطقة تجميع في بعض المناطق. هذه المرة نتوقع من شاء الله تعالى في يوم الأربعاء في فترة المساء تواجد بعض السحب الممطرة على منطقة القصيم وحائل، وأيضا على المرتفعات الجنوبية الغربية، أيضا المرتفعات في منطقة مكة المكرمة، المرتفعات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة قد تشهد تواجد بعض الأمطار. أشكرك الأستاذ عادل الجازلي، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد. نستمر في نشرتنا، ولكن هذا موجز لأهم وآخر الأنباء حتى هذه اللحظة. الدكتور عبد الله الربيعة يؤكد أن الوضع الصحي العام للتوأم النيجيري حسنة وحسينة مستقر، وسيتم رفع الأجهزة الطبية عنهما بعد 10 أيام من لحظة خروجهما من العملية. الحملات الميدانية المشتركة تسفر عن ضبط نحو 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تدشن خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل وترخص ل16 محطة متنقلة. التأمينات الاجتماعية تطلق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت لتصحيح واقع المنشآت المخالفة وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية. غدا الأحد، الطلاب والكادر التعليمي يستأنفون الدراسة بعد إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني التي امتدت لأسبوع. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، يواصل مهرجان جازان للصقور في نسخته الأولى هذا العام بمنطقة جازان فعالياته بمشاركة أكثر من 200 صقار، حيث يجمع هواة الصقور في فعالية تراثية ثقافية تعكس تاريخ المملكة العريق في مجال الصقارة والتي تعد جزءا من تراثها الثقافي. لتفاصيل أوسع ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية في جازان الزميل تركي الحربي. أهلا بك تركي، وأطلعنا على تفاصيل أكثر حول هذه الفعالية مهرجان جازان للصقور. نعم
أهلا وسهلا هلال، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات عبر شاشة قناة السعودية الأولى. نعم، نتواجد معكم الآن من مقر مهرجان الصقور في نسخته الأولى الذي رعاه سمو أمير منطقة جازان بمشاركة أكثر من 200 سقار. للحديث أكثر عن هذا المهرجان ينضم معنا الأستاذ يوسف الجهني، هو المعلق في هذا المهرجان. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف، سعيدين جدا بوجودك معنا على شاشة قناة السعودية. بداية، كيف رأيتم التفاعل والإقبال والمشاركة من قبل السقارين في هذا المهرجان من داخل المنطقة وخارجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب فيكم ومرحب بجميع المشاهدين خلف الشاشات. الحمد لله احنا شفنا اقبال جدا مميز في مهرجان جازان للصقور 2024، فكانت بداية موفقة، اول سنة يصير فيها مهرجان للصقور في منطقة جازان، وكان الاقبال جدا مميز الحمد لله. البارح كان عندنا 3 أشواط واليوم عندنا 3 أشواط، والآن إن شاء الله عندنا الشوط الختامي، فنتمنى للجميع التوفيق بإذن الله. جميل أستاذ يوسف، اليوم ختام مسابقات مهرجان جازان للصقور برعاية سمو أمير منطقة جازان، حدثنا عن المنافسات التي شهدها المهرجان ونتائج الأشواط. الحمد لله، أمس إحنا كان عندنا 3 أشواط، شواط جيرات بيورات وجير شاهين وجير تبع، وكانت المنافسة جدا مميزة ما بين الملاك المحليين، وحضروا من جميع مناطق المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا المهرجان الغالي. واليوم عندنا بعد شوط الحرار والشياهين، وعندنا شوط الختام اللي هو شوط جير التبع وجير الشاهين القرناس، فهو أقوى شوط بإذن الله راح يكون اليوم بحضرة سيدي صاحب السمو أمير منطقة جازان، فإن شاء الله بإذن الله يأدون إخواني الصقاقير أداء جدا مميز، ونقول الله يوفقهم بإذن الله. جميل جدا، نشكر لكم وجودكم معنا على شاشة قناة السعودية، ونتمنى لكم كل التوفيق أنتم والصقارين. حاضرين، الله يطول عمرك، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. شكرا. نعم هلال، كان هذا هو حديث ضيفنا الأستاذ يوسف الجهني المعلق على أشواط مهرجان الصقور في نسخته الأولى بمنطقة جازان، هذه الثقافة الأصيلة التي تحتضنها منطقة جازان لدعم الصقارين وأيضا ازدياد عدد الصقور في المنطقة والذي يشارك فيه من أنحاء العالم. هذا ما لدينا، والصوت الصورة لديكم. شكرا لك زميلي تركي الحربي، وبالتوفيق للقائمين على هذا المهرجان، شكرا جزيلا. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، تنظم جامعة الملك خالد اليوم احتفالها تحت عنوان جامعة الملك خالد للعالمية، ويمثل هذا الحدث علامة فارقة في مسيرة الجامعة ليسلط الضوء على إنجازاتها الرائدة منذ تأسيسها ويدشن مشاريعها المستقبلية الطموحة. تفاصيل أوسع مع زميل عبد الله آل عبيد من أبها. أهلا بك عبد الله، جامعة الملك خالد إلى العالمية، حدثنا عن تفاصيل هذا العنوان وهذا النشاط. أهلا بك هلال، صحيح أنا تواجد الآن من داخل المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد، ونحن نتحدث اليوم في هذا الاحتفال الذي يأتي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة. اليوم هذه الفعالية التي تقام هنا في جامعة الملك خالد وهذه الاحتفالية تحت عنوان جامعة الملك خالد العالمية، فعلا هناك العديد من المشروعات التي انطلقت في جامعة الملك خالد بمشاركات دولية، أيضا المشاريع النوعية التي انطلقت فيها جامعة الملك خالد ضمن استراتيجية منطقة عسير التي انطلقت لتتوجه نحو رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتتوائم حقيقة هذه الاستراتيجية مع استراتيجية الجامعة لهذا المشروع. الحديث أكثر أستضيف معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجا الله السلامي. حياك الله دكتور، وإحنا سعيدين بوجودنا في هذا الصرح التعليمي المميز حقيقة، ودنا تعطينا انطباعك وأبرز ما يدور لهذه الاحتفالية هذا المساء. الله يعطيك العافية، شكرا لكم. حقيقة هذا يوم تاريخي في تاريخ جامعة الملك خالد، اليوم احنا نحتفل بتدشين المدينة الجامعية الجديدة بالبرعة برعاية سمو السيد أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، وحقيقة هذه المناسبة أيضا تزامنت مع مناسبة مرور 25 عام على إنشاء الجامعة، وأيضا نقلة نوعية للجامعة باستراتيجية جديدة متوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير. حقيقة هذه الاستراتيجية الجديدة وأمنا فيها مع استراتيجية تطوير المنطقة اللي كلنا نعرف أنها أول استراتيجية مناطقية تقر على مستوى مناطق المملكة،
استفدنا منها كثيرا. لدينا بإذن الله تعالى من العام القادم 5 كليات جديدة في تخصصات نوعية تتطلبها استراتيجية تطوير المنطقة في السياحة والضيافة والثقافة والفنون، وأيضا في الحقوق وفي العمارة والتخطيط وفي الجانب الصحي أيضا التمريض. أيضا أعدنا حقيقة كثير من برامج الجامعة وأقسامها وكلياتها، فتحنا أقسام جديدة في البيئة وفي الزراعة، وكلها هذه اللي تتكامل مع استراتيجية تطوير المنطقة، وأيضا لتوفر فرص بإذن الله تعالى متميزة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة وأبناء وبنات المملكة بشكل عام مستقبلا. جميل دكتور، فعلا ويعني ونحن في هذا المكان أسمع هذه الكلمات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما أطلق حجر الأساس عام 2019، واليوم نحن أمام هذه الحقيقة التي باتت واقعا. فعلا نحن نحلم ونحقق في هذه الجامعة منشأة كبيرة جدا بتفاصيلها المميزة بطبيعتها الطبوغرافية المميزة. كيف تنظرون إلى هذه الجامعة في هذا الموقع تحديدا؟ الحقيقة كما تعلم مدينة جامعية جدا رائعة ومتميزة، وجدها فرصة حقيقة باسم أبناء وبنات المنطقة وطلاب وطالبات جامعة الملك خالد ومنسوبين الجامعة أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة لسمو سيدي أمير المنطقة ورئيس هيئة تطويرها على متابعة هذا المنجز. والحمد لله اليوم احنا أبناءنا وبناتنا يدرسون في بيئة تعليمية جاذبة متميزة، لدينا أفضل الإمكانات وأفضل التجهيزات في مختلف التخصصات. جميل دكتور، نتحدث اليوم عن جامعة الملك خالد، نحن يعني أمام جامعة داخل حديقة أو حديقة داخل جامعة، فعلا هذا التنوع الطبوغرافي الموجود فيها يجعلك تستمتع وأنت تعمل في هذا المكان أو حتى تدرس فيه، وهذا يعني انطباع كبير جدا. وأتوقع أنه يعني حتى هذا الاحتفال جاء في هذا الموقع تحديدا لتكريم كل من ساهم في هذا البناء. صحيح، الاحتفال هذا حقيقة الجامعة وجدت فرصة أن تكرم كل من عمل في الجامعة في خلال 25 عام الماضية، وأيضا نكرم القائمين الآن على إنجاز هذا المشروع من الزملاء والزميلات في وكالة الجامعة للمشاريع سابقا اللي هي إدارة المشاريع الآن. حقيقة أيضا فرصة أيضا أن نكرم قادة الجامعة السابقين من رؤساء الجامعة السابقين والقيادات المختلفة، وأيضا أبناء وبنات الجامعة الذين تقلدوا مناصب قيادية على مستوى المملكة، وهذا حقيقة فخر لنا وأيضا يعني قدوة لأبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الجامعة ليحتذوا حذوهم بإذن الله تعالى. تحدث الدكتور عن المشاريع الجامعية التي ستوجه الجامعة إلى العالمية يعني مشروعات نوعية بتفاصيل أيضا مميزة ستجعل جامعة الملك خالد للعالمية فعلا. صحيح، شعارنا جامعة الملك خالد للعالمية، ونحن نعلم أيضا أن استراتيجية تطوير منطقة تعسير تركز أيضا على الجانب العالمي لتكون وجهة عالمية طوال العام. إحنا حقيقة نتكامل دائما مع استراتيجية تطوير المنطقة ونسعى لذلك. كثير من المشاريع كما ذكرت جامعة داخل حديقة أحد المبادرات جدا الرائعة اللي إن شاء الله تأخذ طريقها للتنفيذ في المستقبل بإذن الله تعالى. لدينا أيضا العديد من المشاريع كما ذكرت في الجانب التعليمي، لدينا شراكات عالمية متميزة، كل الكليات اللي ذكرتها سابقا النوعية سواء كلية السياحة والضيافة العمارة والتخطيط الثقافة والفنون، عملنا شراكات مع أفضل المدارس والجامعات العالمية على مستوى العالم، وقعنا معهم اتفاقيات حتى تبدأ هذه الكليات من حيث منتهى الآخرون، وأيضا تأخذ من التجارب العالمية المتميزة حتى يكون خريجي مخرجات هذه الكليات في المستوى المأمول والمطلوب في الشركات وفي القطاع الحكومي والعام بإذن الله تعالى. جميل دكتور، فعلا احنا مفخورين بأمام هذا يعني أمام هذا المنجز، وأتحدث عن الطلاب الذين يشاركون جامعة الملك خالد من طلاب المنتسبين إليها من خارج المملكة العربية السعودية، شهدنا أعداد كبيرة جدا، وهذا من أهم المشاريع الرائدة التي تؤكد عالمية هذه الجامعة. صحيح، لدينا الآن أكثر من 2000 طالب من أكثر من 58 جنسية حول العالم. أحد حقيقة توجهاتنا المستقبلية أن نكون مركز للدراسة ومركز جذب للدراسة والفعاليات والمؤتمرات، لنستفيد من الإمكانات والممكنات اللي موجودة في المنطقة بالجو ومن الجانب السياحي، وبإذن الله تعالى يحقق هذا المأمول بإذن الله. جميل، شكرا لكم وجهود مميزة دكتور. طول عمرك، شكرا لك، مع السلامة، الله يحفظك. إذن كما تشاهد هلال، فعلا نحن أمام جامعة تتجه نحو العالمية بالعديد من الممكنات سواء التعليمية من خلال الكوادر التعليمية الكبيرة جدا الموجودة
الموجودة داخل الجامعة من خلال هذه المنشأة التعليمية التي تأتي على مساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع. هذه الجامعة التي باتت إحدى أهم الوجهات السياحية في منطقة عسير بتنوعها الطبوغرافي الموجود فيها، أيضا تنوع الكليات، رضا المستفيدين من طلاب وطالبات الجامعة الذين هم يدرسون داخل مقاعد الدراسة في هذه الجامعة ويستعدون ليكونوا كما رسم لهم ولي العهد في استراتيجية منطقة عسير بأن يتجهوا نحو العالمية ليكونوا لبنات صالحة لبناء هذا الوطن الطالع بإذن الله تعالى. شكرا لك زميلي عبد الله العبيد من أبها، متحدثا عن رعاية سمو أمير المنطقة لاحتفالات جامعة الملك خالد، شكرا جزيلا لك. تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة محافظة المهد ومراكز الضميرية والعمق والسويرقية، وذلك في إطار جولاته للاطلاع على منظومة الخدمات العامة. وخلال الزيارة ترأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة المهد واستعرض أبرز المشروعات، كما التقى شيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وجمعا من المواطنين، وزار أيضا مركز السويرقية ودشن المبنى الجديد للمركز، كما تفقد مركزي الضميرية والعمق والتقى بمسؤوليها. نشرتنا مستمرة ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أحبطت مكافحة المخدرات محاولة تهريب أكثر من 1,200,000 قرص من مادة الامفيتامين المخدر داخل شحنة أفران كهربائية عبر ميناء جدة الإسلامي بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأكدت مكافحة المخدرات القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية السودانية ومواطن، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. فصل نظام الأحوال الشخصية في 10 مواد، طرق تقسيم الإرث وشروط الاستحقاق وموانعه حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك حفظا للحقوق والأموال. نتابع التقرير التالي. بعدما تنتهي ملفات أشخاص فارقوا الحياة تفتح ملفات أخرى تخص أموالهم وممتلكاتهم، لتبدأ رحلة الأهل والأقارب نحو تنفيذ الوصية وقضاء الديون وتوزيع التركة. نظام الأحوال الشخصية فصل في 10 مواد طرق تقسيم الإرث وشروط الاستحقاق وموانعه وفق الشريعة الإسلامية. المادة 99 بعد 100 من النظام حددت موانع إرث أحد أفراد الأسرة، أبرزها تعمد قتل الموروث وفراق الزوجين ومن ليس له صلة قرابة بالموروث. في حال تمزق أوراق الزواج وانهدام العش بين الزوجين فإن الإرث في هذه الحالة يمنع عن بعضهما إلا إذا كان الطلاق رجعيا ما دامت المرأة في العدة. أما إذا طلق الرجل وهو في مرض الموت دون طلب من المرأة فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته. الشريعة الإسلامية خطت قلمها العريض البين في مواضع عدة حلا للنزاعات واستبقاء للحقوق في نظام الأحوال الشخصية الجديد. لقناة الإخبارية نجلاء الأحمدي. شاركت المديرية العامة للدفاع المدني بمعرض في اليوم العالمي للدفاع المدني في جمهورية تونس، وقدم المعرض تعريفا بالدفاع المدني السعودي
واستعراض جانب من أعمال السلامة والحماية وتقنية المعلومات والتدريب، وفريق البحث والإنقاذ السعودي والبرامج الوقائية للمخاطر المحتملة ونشر الوعي الوقائي. زار وزير الصحة فهد الجلاجل المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء في تونس، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية تونس. واطلع وزير الصحة على سير العمل والخدمات التي يقدمها المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. وتأتي زيارة المركز للنهوض بزراعة الأعضاء في تونس لبحث أوجه التعاون والاطلاع على التقنيات والحلول المتاحة والاستفادة منها في تطوير قطاع الصحة في البلدين. في الأخبار الرياضية، يستقبل الأهلي ضيفه الفتح اليوم في منافسات الجولة الحالية من دوري روشن، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، لرد اعتباره من الخسارة التي تلقاها من الفتح هذا الموسم، وكذلك للوصول إلى النقطة 47 في سلم ترتيب فرق دوري روشن. في المقابل، يبحث الضيف القادم من الأحساء عن تأكيد انتصاره ذهابا على خصمهم الأهلي. ويبحث الخليج عن تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك حينما يستقبل ضيفه الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في الجولة 22 من دوري روشن. ويطمح أصحاب الأرض في تكرار نتيجة الدور الأول بالفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. في المقابل، يسعى الشباب للوصول إلى النقطة 27 والتقدم في سلم دوري روشن قبل مواجهة الفيحاء في الجولة 23 من منافسات الدوري. ويبحث كل من فريقي ضمك والاتفاق اليوم السبت عن انتصار يحسم الأفضلية في المواجهات بينهما ضمن دوري المحترفين. الاتفاق صاحب 28 نقطة سيحل ضيفا على ضمك بملعبه في خميس مشيط لحساب الجولة 22، ويحتل ضمك المركز السادس ب 31 نقطة، بينما الاتفاق لديه 28 نقطة في المركز الثامن في سلم ترتيب دوري روشن للمحترفين. ينظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبرنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة اليوم سباق نصف ماراثون في جدة. ويضم السباق أربعة مسارات تشمل جميع الأعمار من الجنسين وبمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية بمسافة تعادل 21 كيلومترا، كما خصص السباق مكانا ملائما لذوي الإعاقة للمشاركة فيه. بهذا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. لتحقيق الالتزام التأميني، التأمينات الاجتماعية تطلق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات للمنشآت بنسبة 100%. الحملات الميدانية المشتركة تضبط نحو 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع. المواصفات والمقاييس تدشن خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل وترخص ل 16 محطة متنقلة. استقرار الوضع الصحي للتوأم السيامي النيجيري حسنة وحسينة، والدكتور ربيعة يوضح بعد 10 أيام سيتم رفع الأجهزة الطبية. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.